السلام عليكم، كيف الحال؟ معكم احمد او هاف نايس داي. هاي الحلقه مخصصه لاسئله المشتركين او المتابعين. طبعا اي شخص عنده اي سؤال، حابب يطرح اي سؤال، عندك ثلاث طرق اللي بتقدر تشترك فيها. هي انك تحط سؤالك في الكومنتات في هاي الحلقه في كومنت، وانا راح اخذ السؤال او الاسئله اللي بهاي الحلقه واجاوب عليها في فيديو جديد، او انك على تويتر تحط سؤالك في هاشتاج اسال ابو ريام، راح يطلع قدامك لسه على الشاشه، وراح يكون في الوصف في الديسكريبشن، انسخه وحطه مع السؤال وانا راح اجاوب اخذ الاسئله. والطريقه الثالثه هي انك تدخل على صفحتنا على الفيسبوك، راح يكون كل اسبوع بوست واحد اللي ناخذ منه الأسئلة. راح نحط بوست نطلب الأسئلة تبعت المتابعين تبعت المشتركين ونجاوب عليها ونخدها ونجاوب عليها. خلينا نبدأ. أول سؤال من خير مجاعد مرمش، آسف يعني الاسم الميدل ما مش طالع معي مزبوط. يعطيك العافية، سؤالي إمتى راح يكون في سيرفرات خاصة بفلسطين، وهل هذا الإشي ممكن تحقيقه بظل الاحتلال للبي اف 4 وباقي الالعاب؟ شوف، للامانه السيرفرات بفلسطين واحتلال، هاي الشيء ما بخص الاحتلال، لانه في دول كتير عربيه شقيقه ما في عندهم احتلال وما في عندهم سيرفرات. هالشيء بيعتمد اكثر على قوه اللاعبين، اراده اللاعبين، وعلى الشركات نفسها، شركات المنتجه للاعبين. واذا في شركات خاصة أو شركات، خلينا نحكي في البلد نفسها، اللي هي معنية تدعم اللاعبين، ف ما أتوقع إنه هالشي خاص بالاحتلال نفسه، لأنه كيف قلت لك عندك دول مثل الأردن مثل مصر مثل دول الخليج. دول الخليج ممكن تلاقي فيه سيرفرات، كم سيرفر للألعاب يعني ممكن، بس خلينا نحكي بالدول العربية ما في عندنا سيرفرات وما في عندنا احتلال، فهذا الشيء ما مش متعلق بالاحتلال. خلينا نروح للسؤال الثاني. السؤال الثاني من ضياء صبري، ليش ما بتلعبوا لول ولو تعملوا قناه على تويتش؟ لول، شوف، هو عندنا احنا اللاعبين كتير، وفي من ضمن اللاعبين عندنا بيلعبوا لول بالتيم سبيك. اذا بتدخل على التيم سبيك راح تشوف في عندنا غرف لكل الالعاب، ومن ضمن هاي الغرف في غرفه لليج اوف ليجندز اللي هي لول. في غاد لاعبين اللي بيلعبوها الصراحه. ولو تعملوا قناه على تويتش، على تويتش عندنا قناه نسبيا كبيره، عندنا ما بعرف 300 مشترك على قناه تويتش، لكن حاليا للامانه فكره البث المباشر، خلينا نحكيها، ما فيش عندنا فكرة مبلورة 100% حتى كيف نقدر نقدم البث المباشر، خصوصا انه خلينا نحكي خطوط النت عندنا ما بتساعدك يعني. السؤال الثالث من احمد الشحادي، ايش بالضبط بتقدموا للاعبي الكلان، ومتى راح تعلنوا عن بطولة من رعايتكم في فلسطين؟ ايش بالضبط بنقدم للاعبي الكلان؟ احنا بنقدم الكوميونتي، خلينا نقول لما احنا بنجمع اللاعبين بين بعض، ممكن في لاعب معين ما بعرف انه في لاعبين غيره عم بيلعبوا، فاحنا بندور على هاي اللاعبين بنجمعهم مع بعض، حتى انك انت كلاعب تكون صداقات. يعني هاي مهمه جدا جدا لما انت تدخل تلعب، في فرق بين انه واحد بيلعب لحاله وبين انه بيلعب مع اصحابه او مع الكلان تبعه، طبعا من ناحية جو لعب. ونحكي عن كمان السيرفرات اللي عندنا، هي سيرفرات الموقع، عندك سيرفر تيم سبيك، عندك الجيف اواي، كثير شغلات. طبعا بالنسبه للسؤال الثاني، متى راح تعلنوا عن بطوله من رعايتكم في فلسطين؟ ان شاء الله في تخطيط لبطوله، خلينا نحكي كاونتر سترايك، ولكن بدها شغل كثير صراحه. ما بدنا نقدم شيء اللي هو يطلع بمستوى، كيف بقولوا، مستوى تعبان. لا بالعكس، بدنا نخطط لشغلة كبيرة، وان شاء الله انه الله بوفقنا يعني وبننجح في هذا التخطيط. خلينا نروح للسؤال اللي بعده. محمد اورلا،
بلاش هاي محمد بيسأل فيهم. فكرت انك تغلق القناة. في عندك اشي غلط بالاملاء. فيهم فكرت انك تغلق القناة والصفحة؟ اذا نعم ليش؟ القناة اكيد فكرت اني اغلقها الصراحة، الصفحة لا. بالنسبة ليش؟ لانه كل بني ادم ممكن يمر بظروف اللي هي احباط، خلينا نحكيها، لانه دائما البدايات بتكون صعبة. لكن مع دعم الشباب والكومنتات الايجابية اللي بتشوفها، الواحد ممكن يجي يفكر انه لا، ليش انه انا اجي اغلق القناة؟ شغلة بحبها وبعملها، وحتى لو كان انه مجرد برفع جيم بلاي، يعني ما كل فترة وفترة، ما مش راح اغلق القناة. علي جراح، ليش انا معجب بكم؟ والله يعني الاعجاب خاني يحكي هو الحب، فاحبك الله بما احببتنا به، واحنا بنحبك وهاي الشغلات. يعني احنا يعني انا مش عارف شو بدي احكي لك. ندخل للسؤال اللي بعده. انا هاي الاسماء المزينه لويش يا حبيبي؟ سراج رزق طواجهي. طيب، ما تعليقك على عدم توفر الدبلجه في نسخه البي سي؟ طبعا سراج قاصد هو لعبه ذا ديفيجن، نسخة البي سي ما فيها اللغة العربية. شخصيا لو كان في نسخة عربي بالبي سي ممكن يكون اشي حلو، اجربها شوي وارجع للنسخة او للغة الانجليزية. شخصيا العربي مش اشي اساسي بالنسبة لي، هذا رأيي الشخصي، لانه الواحد كيبقول تعود على الانجليزي، فتيجي انا جوالي اصلا انجليزي بالانجليزي، بس اذا مرات بغيره العربي للامانه بصير اتلخبط، ما بعرف افوت محلات وشغلات، وهذا اللي راح يصير معي باللعبه. شغله حلوه بس مش ضروريه بالنسبه لي. ننتقل للسؤال اللي بعده. محمد سلايمي، يا هلا بيك. ليش فيش تفاعل على يوتيوب مع انه في 8090 مشترك؟ للأمانة ما بعرف، يعني هي شغلة حظ تسهيل أو ما بعرف صراحة. اللي علينا بنعمله، خلينا نقول. ننتقل للسؤال اللي بعده. فراس مسلح، السلام عليكم. هذا سؤال حلو على فكرة. بدي أسأل إذا في إمكانية نجتمع في مكان معين ونتعرف على بعض أكثر. راح تكون فكرة رائعة. الفكرة اللي أنت عمالك تحكي عنها إحنا حكينا عنها كتير ووصلنا ل، خلينا نقول، لمراحل اللي بدنا نعلن عن هاي الاجتماعات. اول اجتماع كان مخصص هو في مدينة نابلس، صار في ظروف معينة اللي شوي الغينا هاي الفكرة، لكن الفكرة حاليا لسه موجودة عنا، والمكان اللي راح نجتمع فيه جاهز، خلينا نحكي، بس لقدام شوي صغير، خلينا نتمهل شوي صغيرة وما في عنا أي مشاكل. فكرة حلوة يعني. خلينا ننتقل للسؤال اللي بعده. محمد ماضي، هل تستحق اللعبة الشراء؟ رأيك الشخصي طبعا. محمد بقصد كمان مرة لعبة ذا ديفيجن. اللعبة بشكل عام تستحق الشراء برأيي الشخصي. يوبي سوفت، أو خلينا نقول ذا ديفيجن، انقذت يوبيسوفت، لانه اللعبة صراحة ممتعة جدا جدا جدا. ممكن تلاقي هون وهون نقاط معينة اللي ممكن الواحد يوقف عندها ويحكي عليها، لكن اللعبة بشكل عام ممتازة وتستحق الشراء، وكل شخص نصحته يشتري اللعبة ويشتري اللعبة اكد لي انه رأيي كان 100%، وانا بنصحك تشتري اللعبة وبستنى الرد منها. عمر عدوان، متى راح يكون بث مباشر للالعاب؟ لاني بحب هذا الجو. البث المباشر حلو الصراحه، بس بدك يا عمر مثل ما تعرف خط نت يكون حلو كمان. للامانه عندي خط النت ممتاز، بس ما بعرف يعني ليش صعب اعمل لايف ستريم. ممكن لاني ظروف عندي، العائله، البيت، الضجه، ما بتسمح لي بشكل عام انه اضلني اعمل لايف ستريم، بما انه جهازي اللي بشتغل عليه واللي بلعب عليه
وببس منه خلينا نقول راح يكون نص الكاردي تبعت البيت فشي صعب كتير. ادف ساري رجبي. ادف شو يعني ادف؟ استنى منك جواب. الجرافيكس الكل بيحكي انه مش المتوقع، شو رايك؟ طبعا كمان مره هو بيسال عن ذا ديفيجن. شوف اللعبه فيها للامانه داون جريد عن اللي شفناه في 2013 في اي 3. اليوم في داون جريد، لكن كمان مره اللعبه بتقدم جرافيكس رهيب جدا جدا، والشي بيتعلق بالاجهزه تبعت اللاعبين. وللامانه يعني خلينا اكون صريح معاك، في لاعبين اللي هن مش قادرين يلعبوا اللعبه مع الداون مع اسف مع الجرافيكس الحالي. فتتخيل لو ما كان في داون جريد. اتوقع الشركه فكرت بهاي الشغله وكان خطوه صحيحه اللي عملوها، اللي عملوا داون جريد باللعبه، لانه الاجهزه الحاليه حدث ولا حرج مع قسم من اللاعبين. يعني في لاعبين اللي بدخل بيشتري اللعبه وما بيقدر يلعب اللعبه، فتخيل شو بده يكون موقفه مع الجرافيكس اللي كان اللي شفناه بال 2013. ننتقل للسؤال اللي بعده. عدنان بالي، is it possible to build a club in real life for gaming in Palestine؟ اللي فهمته انه عدنان فلسطيني عايش في امريكا. بيسأل هو اذا بدنا نعمل خلينا نقول كافيه نت، خلينا نحكي او مكان معين للجيمرز اللي يلعبوا فيه. اكيد اكيد في فلسطين اماكن اللي بتقدر تروح وتلعب غاد التحديات وفيفا وبيس وكتير شغلات يعني موجودة بفلسطين. اتوقع انه الناس في عندها خلينا نقول لباس معين او لبس معين عن اللاعبين في فلسطين. بفلسطين موجود كل اجهزة الالعاب، كل اجهزة الكونسولز، كل القطع متوفرة، بس انه بسعر بتكون اسعارها عالية كتير. خلينا ننتقل للسؤال اللي بعده. فراس مسلح، السلام عليكم. هذا سؤال حلو على فكره. بدي اسال اذا في امكانيه نجتمع في مكان معين ونتعرف على بعض اكثر. راح تكون فكره رائعه. الفكره اللي انت عمالك تحكي عنها احنا حكينا عنها كتير كتير، ووصلنا ل خلينا نقول لمراحل اللي بدنا نعلن عن هاي الاجتماعات. اول اجتماع كان مخصص هو في مدينه نابلس. صار في ظروف معينة اللي شوي ألغينا هاي الفكرة، لكن الفكرة حاليا لسه موجودة عنا. والمكان اللي راح نجتمع فيه جاهز خلينا نحكي، بس لقدام شوي صغير. خلينا نتمهل شوي صغيرة وما في عنا أي مشاكل. فكرة حلوة يا عدي. سؤال صعب والله. شو 9 + 10؟ شو رايك انت عدي؟ خليني بدي استنى منك انت شو. ولهون يا شباب بنكون وصلنا لاخر حلقه من اول سلسله سؤال وجواب. يا ريت اللي بده يشارك كمان مره بتحط سؤالك في الكومنتات. اي سؤال في هاي الحلقه راح اخده واجمع الاسئله واجاوب عنها، او بتحط سؤالك في هاشتاج راح تلاقيه موجود عندك حاليا على الشاشة او في الديسكريبشن للتويتر. بتحط سؤالك مع الهاشتاج وانا راح اخذ الاسئلة، او انك بتشارك على صفحتنا بالبوستات المخصصة للاسئلة، وراح يكون في بوستات مخصصة للاسئلة واخذ الاسئلة واجاوب عنها. كان معكم احمد او هافا نايس داي. السلام عليكم.